أعلن مجلس المناقصات والمزايدات تفاصيل عملياته للربع الأول من العام الجاري، حيث تمت ترسية 372 مناقصة ومزايدة بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 279 مليون و800 ألف دينار. وتصدر قطاع المواد والمعدات قائمة الترسيات من حيث قيم المناقصات المرساة في الربع الأول لعام 2020، يليه قطاع الإنشاءات والاستشارات الهندسية. أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1238 نقطة بانخفاض بنسبة تجاوزت نقطة مئوية واحدة، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع التأمين. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية. نالت شركة ألمنيوم البحرين ألبا أكبر مصهر للألمنيوم في العالم باستثناء الصين جائزة السلامة الدولية مع الاستحقاق للعام 2020 من مجلس السلامة البريطاني، وذلك نظير التزامها بالإدارة المتميزة في مجال الصحة والسلامة خلال العام 2019، رغم التحديات الراهنة التي تفرضها تداعيات تفشي جائحة كورونا. نظمت جمعية سيدات الأعمال البحرينية محاضرة عن كيفية استخدام التكنولوجيا في الاجتماعات الشخصية أو التجارية عن بعد، قدمها المحاضر الأستاذ علي سبكار رئيس مجلس إدارة النادي العالمي للإعلام الاجتماعي عبر تطبيق زوم. وتوقع سبكار أن 30% من الموظفين لن يعودوا للعمل في المكاتب بعد انتهاء جائحة كورونا، وإنما سوف يستمرون بالعمل عن بعد وفقا للدراسة. أعلنت شركة الزيت العربية السعودية أرامكو نتائجها المالية للربع الأول من عام 2020، مؤكدة قوة مركزها المالي وقدراتها التشغيلية رغم بيئة الاقتصاد الكلي الصعبة إثر جائحة فيروس كورونا المستجد. كما أعلنت توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 18 مليار و750 مليون دولار عن الربع الأول من عام 2020.